فنجان جديد لقهوة عربي نترشفه هذا الأسبوع مع الأستاذ طيب البكوش وزير الخارجية التونسي. نحن نعمل بالنسبة إلى القضية الليبية كثيرا وبدون ضجة إعلامية. تركيا لمنا على أصدقائنا في الأتراك في التسهيل مرور شبابنا لباسم الجهاد في سوريا. نحن لا نذهب إلى في هذه العلاقات نستجدي. هذا تونس أرفع من الاستجداء. لا عندما يقال هذا الكلام كأنه بعد العودة تأتي بسرة معناها من المال. أنا لا أحب هذه الكلمة تقاسم كعكة وواحد أعتبرها حقيقة لا تليق، لأن لا أعتبر الحكم، لا أعتبره مطلقا. سيد رئيس السابق استعمل. لا يهمني. كذلك غوص وتشريح في واقع حزب نتاء تونس بين الاختلافات والخلافات الداخلية. اللي يقول كونه مش يعمل تصحيح مسار نعتبره مخطئ، فماش تصحيح مسار. الموعد الأحد بداية من 7 مساء على الوطنية الأولى.